بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي. نعود معا لدرس جديد وهو دورات الحياة. سنتعلم في هذا الدرس ما هو مفهوم دورة حياة الحيوان، ما هي مراحل التحول الكامل وغير الكامل خلال دورة حياة الحيوانات، وسنقارن بين الإخصاب الداخلي والإخصاب الخارجي، وأخيراً سنتعلم دورة حياة نبات زهري. أريدك الآن أن تتأمل الصورة الموجودة أمامك في الشاشة وأن تفكر في إجابة منطقية لهذه الأسئلة. السؤال الأول: هل صغير الحلباء يخرج من البيضة مكتملا نموه، أي يخرج من بيضته بالغا؟ لا، يكون غير بالغ ثم ينمو ويزداد حجمه تدريجيا حتى يصل إلى مرحلة البلوغ. السؤال الثاني، فكر فيه جيدا: هل مراحل حياة الحرباء تشبه مراحل حياة الحشرات والبرمائيات؟ بالطبع لا، حيث أن لكل مخلوق حي دورة حياة مختلفة، ودورة حياة الحشرات والبرمائيات مختلفة عن دورة حياة الحرباء. وبهذا عزيزي نستطيع أن نتوصل إلى مفهوم دورة الحياة. والمقصود بدورة الحياة هي سلسلة من مراحل النمو المختلفة. من الذي يمر بهذه المراحل؟ المخلوق الحي، منذ بداية تكونه حتى يصل إلى مرحلة البلوغ. ومن هنا ننتقل إلى مفهوم التحول. التحول هو أيضا سلسلة من مراحل النمو المختلفة، ويكون التحول نوعاً، إما أن يكون تحولاً كاملاً أو غير كامل. سنبدأ بفهم معنى ومراحل التحول الكامل. التحول الكامل يمر به الفراش، العث، والذباب، والنحل. يتميز هذا النوع من التحول ومن دورات الحياة بأن له أربعة مراحل. المرحلة الأولى البيضة، ثم ينتقل من البيضة إلى اليرقة. ونرى في الصورة هنا أن اليرقة شكلها يشبه الدودة. هذه اليرقة تمتاز بأنها تأكل كثيراً. عندما يكبر حجم اليرقة تبدأ في الالتفاف في شيء يسمى الشرنقة، وتتحول إلى ما يعرف بالعذراء، وهي المرحلة الثالثة. هذه العذراء تمر بمراحل تحول وهي في شرنقتها إلى أن تخرج من الشرنقة فراشة مكتملة النمو، وبهذا نصل إلى المرحلة الأخيرة. فإذا لدي أربع مراحل: بيضة، يرقة، عذراء، ثم مخلوق مكتمل النمو. ننتقل الآن إلى التحول غير الكامل. بعض أنواع الحشرات تمر بهذا النوع من أنواع التحول، مثل الجرادة، اليعسوب، والنمل الأبيض، والنحل. ما هي مراحل هذا التحول؟ أول مرحلة تكون البيضة، ثم ننتقل من البيضة إلى الحورية، ومن الحورية إلى مخلوق مكتمل النمو، أي ثلاث مراحل. نرى في هذه الصورة هنا لدي بيضة، ومن البيضة يوجد لدي حورية. هذه الحورية تشبه شكل الجرادة مكتملة النمو ولكنها أصغر. عندما تكتمل جميع العضيات الموجودة هنا تصبح لدي جرادة مكتملة النمو. الجدير بالذكر هنا أن الحشرات لا تنمو تدريجياً مثل الثدييات أو الطيور بسبب وجود هيكل خارجي صلب، ولهذا فهي تنسلخ من هذا الهيكل أو تتخلص منه لتوفر مساحة كافية لنمو جسمها. ننتقل الآن إلى النشاط التقييمي. حاول أن تجيب على هذه الأسئلة بعد التفكير. السؤال الأول: ما المقصود بالتحول؟ جميل، التحول هو سلسلة من مراحل النمو المختلفة بعضها عن بعض. السؤال الثاني: ما هي أنواع التحول؟
أحسنتم، إما أن يكون التحول تحول كامل أو تحول غير كامل. الآن أريدكم أن تذكروا لي مراحل التحول الكامل. رائع جدا. نبدأ بالبيضة، ثم اليرقة، ثم العذراء، ثم المخلوق مكتمل النمو. والآن لماذا لا تنمو الجرادة تدريجيا كالثدييات أو الزواحف أو الطيور؟ فكر كالعلماء. رائع يا بطل، لأن لها هيكل خارجي لا يزداد حجمها بنموها، فإنها تتخلص وتنسلخ من هذا الهيكل لتوفر مساحة كافية للنمو. والآن لنتعلم مفهوما جديدا وهو الإخصاب في الحيوانات. ما المقصود بعملية الإخصاب؟ عملية الإخصاب هي عملية يحدث فيها اندماج للمشيج المذكر والذي يعرف بالحيوان المنوي مع المشيج المؤنث والذي يعرف بالبويضة. فإذا عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة تحدث لدينا عملية إخصاب، وينتج عن هذا الاندماج بويضة مخصبة أو ما يعرف باللاقحة. هذه اللاقحة تنمو وتكون لي جنين. والإخصاب إما أن يكون داخلي أو يكون خارجي. سنبدأ بالإخصاب الخارجي. الإخصاب الخارجي، من كلمة خارجي نستنتج أنه خارج جسم المخلوق الحي كالذي يمر به الأسماك والبرمائيات. يحدث الإخصاب الخارجي عندما تضع البرمائيات والأسماك خلاياها الجنسية في الماء كما هو موضح في الصورة التي أمامنا. تضع السلمون الأنثى أمشاجها في الماء وما يعرف ببويضاتها في الماء، ثم يأتي السلمون المذكر ويضع أمشاجه الذكرية أو ما يعرف بحيواناته المنوية. الجدير بالذكر أن هذا النوع من الإخصاب محفوف بالمخاطر، لأن فرصة التقاء الأمشاج الأنثوية مع الأمشاج الذكرية صعبة بسبب أمواج المياه ودرجة الحرارة والتلوث الحاصل في المياه. ولهذا فإن البرمائيات والأسماك تضع أعداداً كبيرة جداً من البويضات والحيوانات المنوية لزيادة فرصة التقاء الأمشاج معاً. والآن ننتقل إلى الإخصاب الداخلي. نستنتج من كلمة داخلي أن هذا الإخصاب يحدث في داخل جسم المخلوق الحي وتحديداً في داخل جسم الأنثى. فإذا الإخصاب الداخلي هو اندماج للمشيج المذكر وهو الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث وهي البويضة داخل جسم الأنثى. هذا النوع من الإخصاب يزيد من فرصة عيش النسل ونموه، لأن الالتقاء يكون شبه مضمون، كما أنه يحمي الأمشاج والبويضات المخصبة من الجفاف حيث أنها تكون محفوظة في داخل جسم الأنثى. ولذلك لا تحتاج المخلوقات الحية التي أو الحيوانات التي تقوم بالإخصاب الداخلي إلى إنتاج عدد كبير من البويضات، فقط عدد قليل من البويضات. يكون هذا النوع من الإخصاب في الزواحف والطيور والثدييات. بعد حدوث عملية الإخصاب تضع الزواحف والأسماك والبرمائيات والطيور بيوضها التي تنمو خارج أجسامها، أما الثدييات فهي تنتج بيوضا وأجنة يكتمل نموها داخل جسم الأم. والمقارنة بين بيوض المخلوقات الحية، بيوض الأسماك والبرمائيات لها طبقة خارجية تشبه الهلام اللزج لكي تحافظ عليها وتحميها. أما بيوض الطيور والزواحف فإن لها طبقة خارجية صلبة لحمايتها. والآن لنفكر في هذا السؤال قليلاً. لماذا تبدي الحيوانات التي تضع أعداداً كبيرة من البيوض ومن أمثلتها الزواحف قدراً أقل من الاهتمام في رعاية بيوضها؟
لأن هذا النوع من الحيوانات مثل الزواحف تستهلك معظم طاقتها لوضع أعداد كبيرة من البيوض، وبهذا ليس لديها القدرة على رعاية هذه الأعداد الكبيرة. انتهينا من الحيوانات، ننتقل الآن إلى دورة حياة النبات الزهري. عندما نمعن النظر إلى أحد الأزهار نرى أنها تتكون من مجموعة من الأجزاء الرئيسة، وهي أول جزء فيها السدى، وهي الجزء الذكري في الزهرة، وتتكون السدى من المتك والخيط، وفي داخل المتك لدينا الخلايا الجنسية وما يعرف بحبوب اللقاح. لدينا الجزء الثاني من الزهرة هو الكربلة، تتكون الكربلة من ثلاثة أجزاء، الميسم والقلم ثم المبيض، وتوجد البويضة في داخل المبيض. كما لدينا أجزاء أخرى في الزهرة وهي البتلات والسبلات، وكما ترى الألوان الجميلة للبتلات. كيف تحدث دورة حياة النبات الزهري؟ تبدأ عملية الإخصاب في النباتات المغطاة البذور بعملية تسمى التلقيح. ما هو التلقيح؟ هي العملية التي تنتقل فيها حبوب اللقاح من السداء إلى الكربلة. حبوب اللقاح كما ذكرناها سابقا هي الخلية الجنسية الذكرية في الزهرة، وهي عبارة عن مسحوق أصفر. ينتقل هذا المسحوق أو حبوب اللقاح من السدى وتحديدا من المتك بواسطة الملقحات مثل النحل والطيور. تجذب بتلات الزهرة الجميلة والملونة وذات الرائحة الزكية هذه الملقحات، وربما أيضا تنتقل بواسطة الحيوانات والرياح. ويوجد طريقتان للتلقيح، إما أن يكون التلقيح ذاتيا، أي يحدث عندما تلقح أجزاء الذكرية في الزهرة الأجزاء الأنثوية في الزهرة نفسها، أو يكون التلقيح خلطي ويحدث عندما تنتقل حبوب اللقاح من زهرة نبات لتلقيح زهرة نبات آخر. دورة حياة النبات الزهري كما هي موضحة في الصورة التي أمامك، تنتقل حبوب اللقاح من المتك في السداء، تذهب إلى الكربلة وتحديدا تلتصق في الميسم، ومنه إلى القلم ثم إلى المبيض الذي يحتوي على البويضة. تحدث عملية الإخصاب عندما تلتقي حبوب اللقاح وتندمج مع البويضة الموجودة في داخل المبيض، وبعد ذلك تنمو لأحصل على بذرة وثمرة، ومنها تنمو لأحصل على النبتة الصغيرة، وتنمو لتصل إلى نبات مكتمل النمو، وتتكرر هذه الدورة مرة وأخرى. الآن لنقيم ما تعلمناه سابقا، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، وضح المقصود بالإخصاب. رائع، الإخصاب هو اندماج المشيج المذكر أو ما يعرف بالحيوان المنوي مع المشيج المؤنث وهي البويضة لإنتاج البويضة المخصبة وهي اللاقحة. السؤال الثاني، ما نوع الإخصاب في الحيوانات الآتية؟ الطيور، البرمائيات، الثدييات، سمك السلمون. فكر للحظات. يحدث في الطيور والثدييات إخصاب داخلي، وأما الإخصاب الخارجي فهو في البرمائيات وسمك السلمون. السؤال الثالث، فكر تفكيرا ناقدا عميقا، هل يمكن حدوث التلقيح دون حدوث إخصاب في النباتات الزهرية؟ بالطبع نعم، فالتلقيح هو انتقال حبوب اللقاح من السداء إلى الكربلة، ولكن الإخصاب هو اندماج حبوب اللقاح مع البويضة داخل المبيض. الآن ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.
تتميز الحيوانات التي تتكاثر بالإخصاب الداخلي بإنتاج أعداد كبيرة من البيوض أو بيضة واحدة أم الآلاف من النسل أو أعداد قليلة من البيوض؟ الإجابة الصحيحة هي أعداد قليلة من البيوض. السؤال الخامس، تتم عملية التلقيح في النباتات الزهرية بانتقال حبوب اللقاح من؟ هل من السداء إلى الكربلة؟ أم من الكربلة إلى البتلة؟ أم من السداء إلى السبلة؟ أم من الكربلة إلى السداء؟ الإجابة الصحيحة هي من السداء إلى الكربلة. انتهى درسنا لهذا اليوم، نلقاكم في دروس أخرى، وفقكم الله.